سليمان بك شو عم تعمل على المطار؟ يعني خليني اقول لك شغله، انه بعد ما حليت المعضله التاريخيه بين الجنرال عون ودكتور جعجع مسافر على كوريا. كوريا جنوبيه او شماليه؟ يعني فيك تقولي على النص بين اثنين، تروح كمان صلحهم ببعضه، لانه اللي بيصالح عون وجعجع هين كثير علي، صالح كوريا الجنوبيه والشماليه. يلا هذا العشاء، باي باي. Yeah.